السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بجميع المتابعين في التوقعات الأسبوعية من اليوم السبت 25 مارس وحتى يوم الجمعة 31 مارس، أي الأسبوع الأخير من شهر مارس آذار الشهر الثالث للعام 2023. توقعات عامة لجميع طوالع الأبراج من الحمل وحتى الحوت، تبعا للبرج الطالع حسب حركة القمر ووضع باقي الكواكب في السماء، وتبقى لكل هيئة خصوصيتها. على بركة الله نبدأ. حركة القمر لهذا الأسبوع بداية من يوم السبت وحتى فجر يوم الأحد، تحديدا عند الساعة 3:41 القمر في برج الثور، من فجر يوم الأحد وحتى ظهر يوم الثلاثاء تحديدا عند الساعة 3:21 القمر في برج الجوزاء، من ظهر يوم الثلاثاء وحتى بداية يوم الجمعة تحديدا عند الساعة 1:31 القمر في برج السرطان يوم الجمعة، وينتهي الأسبوع والقمر في برج الأسد. أوقات خلو المسار القمري لهذا الأسبوع بتوقيت السعودية، يوجد خلو مسار يوم السبت 25 مارس يبدأ عند الساعة 9:19 وينتهي اليوم التالي الأحد 26 مارس تحديدا عند الساعة 3:41. يوجد أيضا خلو مسار يوم الثلاثاء 28 مارس يبدأ عند الساعة 4:39 وينتهي عند الساعة 13:22 بذات اليوم. يوجد أيضا خلو مسار يوم الخميس 30 مارس يبدأ عند الساعة 6:45 وينتهي اليوم التالي الجمعة 31 مارس تحديدا عند الساعة 1:31. حركة الكواكب لهذا الأسبوع، يوجد حدث فلكي مهم وهو انتقال كوكب المريخ من برج الجوزاء بيت غربته إلى برج السرطان بيت هبوطه يوم السبت 25 مارس للعام 2023 تحديدا عند الساعة 4:45:17 بتوقيت السعودية، يبقى فيه حتى يوم 20 مايو للعام 2023 تحديدا عند الساعة 8:31:21 لينتقل بعدها إلى بيت غربته برج الأسد. طوالع الحمل يوم السبت، القمر في بيتكم الثاني، التركيز يكون على المال فتحقيق مكاسب مالية للبعض، وقد يكون إسراف وتبذير للبعض الآخر. بداية من يوم الأحد وحتى ظهر يوم الثلاثاء القمر في بيتكم الثالث، كثرة في الحركة والتنقل وحتى السفر القصير للبعض، اتصال وتواصل مع أفراد المحيط الاجتماعي، إخوة وأقارب وجيران وزملاء عمل في الواقع أو حتى عبر وسائل التواصل. من ظهر يوم الثلاثاء وحتى كامل يوم الخميس القمر في بيتكم الرابع، تنشط في لقاءات وتجمعات وتبادل زيارات مع العائلة، انتبه من حدة الكلام والانفعال أثناء تبادل الأحاديث والنقاشات. يوم الجمعة القمر في بيتكم الخامس، سرور وفرح ومناسب للاهتمام بالأولاد ورغبة في التنزه والذهاب لأماكن الترفيه وتبادل الزيارات والتجمعات مع العائلة والأصدقاء والأحبة. أسبوع سعيد لطوالع الحمل. طوالع الثور يوم السبت، القمر في بيتكم الأول، اهتمام بالشكل والمظهر والوقت مناسب للاعتناء بالشكل الخارجي وكل أمور الزينة والاهتمام بشراء الملابس. بداية من يوم الأحد وحتى ظهر يوم الثلاثاء القمر في بيتكم الثاني، الاهتمام يتركز بأمور مالية، قد تكون مكاسب وأرباح للبعض، وأما للبعض الآخر فقد يكون إسراف، انتبه من استغلال وحتى جشع من المحيط. من ظهر يوم الثلاثاء وحتى كامل يوم الخميس القمر في بيتكم الثالث، لقاءات وتجمعات مع الإخوة والأصدقاء والأقارب، انتبه لردود أفعالك وابتعد عن العصبية. يوم الجمعة القمر في بيتكم الرابع، لقاءات وتجمعات مع العائلة ولقاء مع أشخاص لم تقابلهم من فترة، انتبه من توتر وخلاف مع أفراد العائلة ولا تتدخل في حال احتدم النقاش. أسبوع سعيد لطوالع الثور. طوالع الجوزاء يوم السبت، القمر في بيتكم الثاني عشر، اهتم لصحتك النفسية والجسدية وراعي أخذ القسط الكافي من الراحة والنوم وشرب الكمية الكافية من الماء، وابتعد عن الأشخاص السلبيين والمستغلين. من بداية يوم الأحد وحتى ظهر يوم الثلاثاء القمر في بيتكم الأول، يسهل تحقيق بعض الأهداف والأمنيات، وقد يهتم البعض بالشكل الخارجي وتكثر الاجتماعية وتبادل الزيارات مع الأصدقاء. من ظهر يوم الثلاثاء وحتى كامل يوم الخميس القمر في بيتكم الثاني، الاهتمام يتركز بالمال، مصاريف زائدة لأجل الشراء والامتلاك، والوقت مناسب للمطالبة بالحقوق المالية لدى
الغير كدين متأخر مثلا. يوم الجمعة القمر في بيتكم الثالث، نشاط وحيوية، تكثر الحركة والتنقل وحتى السفر القصير للبعض، اتصال وتواصل مع المحيط والأصدقاء، ووقت مناسب للتقارب ووجهات النظر وحل الخلافات مع الشريك العاطفي. أسبوع سعيد لطوالع الجوزاء. طوالع السرطان، يوم السبت القمر في بيتكم الحادي عشر، فرح وسرور وأخبار سعيدة ومكاسب مالية ورفعة عملية، وحتى على الصعيد العاطفي تقارب وانسجام في العلاقات، والوقت جيد للصلح في حال وجد خلاف. من بداية يوم الأحد وحتى ظهر يوم الثلاثاء القمر في بيتكم الثاني عشر، لا تجد الدعم من المحيط، انتبه من ظهور أعداء وتشويه سمعة، اهتم بأعمالك ولا لمخالفة القوانين أو السلطات أو من هو أعلى منك مرتبة. من ظهر يوم الثلاثاء وحتى كامل يوم الخميس القمر في بيتكم الأول، مناسب للاهتمام بالشكل الخارجي والبدء بخطوات جديدة في المجال الذي أنت تسعى فيه سواء عملي أو مالي. يوم الجمعة القمر في بيتكم الثاني، حصاد مالي وأرباح، والوقت مناسب لتقديم الطلبات ممن هو أعلى منك مرتبة. أسبوع سعيد لطوالع السرطان. طوالع الأسد، يوم السبت القمر في بيتكم العاشر، قد تكون بداية علاقات عاطفية للبعض، أما البعض الآخر فيكون اهتمام بأمور عملية، والوقت مناسب لطلب ترقية أو مكافأة للموظفين أو البدء بمشاريع جديدة لأصحاب العمل الخاص، وتجد دعم الأصدقاء المهمين والعلاقات الداعمة. من بداية يوم الأحد وحتى ظهر يوم الثلاثاء القمر في بيتكم الحادي عشر، حضور جميل وأخبار مفرحة، تحقيق لأهداف وأمنيات بدعم من الأصدقاء وخاصة خارج البلاد. من ظهر يوم الثلاثاء وحتى كامل يوم الخميس القمر في بيتكم الثاني عشر، يسيطر عليكم التعب، حاول الاسترخاء، والوقت جيد للعزلة والتفكير للتخطيط ودراسة لأهداف مستقبلية. يوم الجمعة القمر في بيتكم الأول، يعود إليكم النشاط والحيوية والأخبار جيدة، والوقت مناسب لاتخاذ خطوات جديدة عملية أو مالية أو حتى عاطفية للبعض، وجيد للاعتناء بالشكل الخارجي والجسم. أسبوع سعيد لطوالع الأسد. طوالع العذراء، يوم السبت القمر في بيتكم التاسع، أخبار سعيدة، وتجد دعم العلاقات النافذة والأصدقاء المهمين، والوضع العاطفي إيجابي، وفرص لعلاقات جديدة للخاليين. من بداية يوم الأحد وحتى ظهر يوم الثلاثاء القمر في بيتكم العاشر، تحقيق لطموحات عملية، والوقت جيد للمطالبة بالحقوق خاصة لمن ظلم وهضم حقه، فلكم النصرة. من ظهر يوم الثلاثاء وحتى كامل يوم الخميس أخبار مفرحة وتحقيق أمنية من أمنياتكم على الصعيد الذي أنت تسعى فيه، والوقت جيد لحل الخلافات والمصالحة مع الشريك العاطفي. يوم الجمعة القمر في بيتكم الثاني عشر، المحيط محبط ومستفز ولا تجد الدعم، اهتم بأولوياتك وحاول الاعتزال. أسبوع سعيد لطوالع العذراء. طوالع الميزان، يوم السبت القمر في بيتكم الثامن، حصاد مالي لأموال بدون تعب وتحسن مال الزوج أو الشريك. من بداية يوم الأحد وحتى ظهر يوم الثلاثاء القمر في بيتكم التاسع، فرص خطوبة للعازبين وأحاديث عودة للمطلقين والمنفصلين أو فرص جديدة، والأخبار جيدة على صعيد القضايا في المحاكم. من ظهر يوم الثلاثاء وحتى كامل يوم الخميس القمر في بيتكم العاشر، تحقيق لطموحات عملية، ومناسب لبدء مشاريع جديدة وبدايات عاطفية جديدة للعازبين أو خطوة رسمية في العلاقات الصادقة للمتحابين. يوم الجمعة القمر في بيتكم الحادي عشر، أخبار سعيدة على الصعيد العملي والمالي وحتى العاطفي، أرباح ومكاسب لمن يعمل بالتجارة بالأخص. أسبوع سعيد لطوالع الميزان. طوالع العقرب، يوم السبت القمر في بيتكم السابع، علاقات عاطفية جديدة للعازبين بحب حقيقي وزواج. من بداية يوم الأحد وحتى ظهر يوم الثلاثاء القمر في بيتكم الثامن، التزامات مالية وواجبات عملية، قد يكون حصاد مالي جيد للبعض، أما البعض الآخر فعليهم الانتباه من استغلال وحتى نصب. من ظهر يوم الثلاثاء وحتى كامل يوم الخميس القمر في بيتكم التاسع، تهيج عاطفي لمن ليس لديه شريك، فحاول شغل الوقت والتعويض بالاهتمام بأمور الدراسة والعمل. يوم الجمعة القمر في بيتكم العاشر، نجمك لامع، تهتم بأمور العمل ويزداد المال، يكون رواج تجاري للأعمال ويزداد الطلب على الخدمات. أسبوع سعيد لطوالع العقرب.
طوال القوس يوم السبت القمر في بيتكم السادس تكثر المسؤوليات وضغوطات الحياتية والعملية. انتبه ألا يؤثر الأمر عليك نفسيا وابتعد عن قيل وقال والأخطاء العملية والمشاكل القانونية فأنتم عرضة لتشويه السمعة. من بداية يوم الأحد وحتى ظهر يوم الثلاثاء القمر في بيتكم السابع أحاديث في خطوبة وزواج وبوادر علاقات عاطفية جديدة للعازبين. خروج وغربلة للأشخاص السيئين من حياتك. من ظهر يوم الثلاثاء وحتى كامل يوم الخميس القمر في بيتكم الثامن حصاد مالي لأموال بدون تعب كميراث أو دين ويكثر التفكير في الماضي وتعود الذكريات. يوم الجمعة القمر في بيتكم التاسع تنشط الاتصالات خارج البلاد وتسهل أمور الحصول على الأوراق القانونية الثبوتية خاصة إقامة جنسية والوقت مناسب للسعي فيها. علاقات عاطفية جديدة للخليين. أسبوع سعيد لطوالع القوس. طوالع الجدي يوم السبت القمر في بيتكم الخامس نجمك لامع في الوسط أخبار سعيدة تكثر التجمعات واللقاءات مع الأهل والعائلة والأحبة وقد تتلقى الهدايا وفرص لعلاقات عاطفية جديدة للخليين. من بداية يوم الأحد وحتى ظهر يوم الثلاثاء القمر في بيتكم السادس تكثر الضغوطات العملية والحياتية ومكاسب مالية لمن يعمل بتجارة الحيوانات والسيارات بالأخص والوقت مناسب للبحث عن عمل للعاطلين. من ظهر يوم الثلاثاء وحتى كامل يوم الخميس القمر في بيتكم السابع خطوبة وارتباط وخاصة للسيدات والوقت جيد للبدء بالشركات العملية وتوقيع العقود. يوم الجمعة القمر في بيتكم الثامن حصاد مالي والوقت مناسب للإيفاء بالديون أو المطالبة بالحقوق المالية لدى الغير. أسبوع سعيد لطوالع الجدي. طوالع الدلو يوم السبت القمر في بيتكم الرابع تكثر اللقاءات والتجمعات مع العائلة ومناسب لتقريب وجهات النظر مع الأهل والإخوة. قد يجري البعض ترتيب داخل المنزل ويهتم بأمور جمال وديكور. من بداية يوم الأحد وحتى ظهر يوم الثلاثاء القمر في بيتكم الخامس تألق وحضور ورغبة في الحب وتقوى العواطف بشكل كبير وحل الخلافات مع الشريك العاطفي وفرص لعلاقات عاطفية جديدة للخليين. من ظهر يوم الثلاثاء وحتى كامل يوم الخميس القمر في بيتكم السادس تنهي مسؤوليات وضغوطات وتأتيك القوة والعزيمة للتغلب على جميع المشاكل وحل الأمور العالقة وتحقيق نتائج إيجابية على صعيد العمل وبالتالي مكاسب مالية. يوم الجمعة القمر في بيتكم السابع أحاديث خطوبة وزواج بالأخص تقليدي تعزيز للعلاقات العاطفية أو الزوجية القائمة والوقت مناسب للشركات العملية وتوقيع العقود وتحقيق مكاسب. أسبوع سعيد لطوالع الدلو. طوالع الحوت كامل يوم السبت القمر في بيتكم الثالث حضور جميل وكلامك مسموع تجمعات ولقاءات مع إخوة وأقارب وجيران وزملاء عمل وتلبي حاجة المحيط إليك. من بداية يوم الأحد وحتى ظهر يوم الثلاثاء القمر في بيتكم الرابع تكثر الاجتماعية لقاءات وعزومات وتبادل زيارات ورغبة في الذهاب لأماكن الترفيه والتنزه مع الأولاد والأهل والوقت مناسب للبدء بالاستثمار لتحقيق مكاسب. من ظهر يوم الثلاثاء وحتى كامل يوم الخميس القمر في بيتكم الخامس أخبار جميلة وفرح وسرور وفرص علاقات عاطفية للخاليين انسجام وتقارب في العلاقات العاطفية القائمة وحل الخلافات إذا وجدت والوقت مناسب لمن يعمل بالبورصة والأسهم لتحقيق مكاسب مالية. يوم الجمعة القمر في بيتكم السادس كلامك مسموع في المحيط العملي ومكاسب وأرباح بالأخص لمن يعمل بالتجارة. أسبوع سعيد لطوالع الحوت. كانت هذه أهم وأبرز الدلالات الفلكية لأهم أحداث الأسبوع الأخير من مارس من يوم السبت وحتى يوم الجمعة لجميع طوالع الأبراج. أتمنى للجميع أوقات سعيدة وخير وبركة. شكرا للمتابعة ودمتم بسلام وأمان وإلى لقاء إن شاء الله.